اليوم ما كنا في زيارة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية جورة المعروفة بمؤسسة الضمان لغرض تسليم قاطع من المؤسسة للشؤون الاجتماعية لكي يكون إصلاحية لرعاية وتوجيه الأحداث. كما يعلم جميع أن مسألة رعاية وتوجيه الأحداث هي مسألة دقيقة ومسألة اجتماعية ولها أبعاد محلية ودولية. هذه المسألة اللي هي رعاية الأحداث وإصلاحهم تؤرق النيابة العامة وكذلك وزارة العدل والشؤون الاجتماعية باعتبار أنها مسؤولية مشتركة ما بين هذه الجهات الثلاث. من فترة النيابة العامة درجت على وضع الأحداث في إصلاحيات الكبار مؤسسات الإصلاح والتأهيل الكبار، وطبعا يعني أمام عدم وجود إصلاحيات الأحداث في جميع الفروع ليس في طرابلس فقط، يعني بعد ثورة 17 من فبراير والاختلال الأمني الذي حصل في عديد مؤسسات الدولة، مؤسسات الأحداث دور رعاية وتوجيه الأحداث تعتبر يعني خرجت عن السيطرة. هناك ما تم اقتحامها من بعض المواطنين سمحهم الله. اليوم بموجب هذا التسليم الذي تم بين جهاز الشرطة القضائية وصندوق الضمان الاجتماعي تم استلام قاطع ليكون إصلاحية لرعاية وتوجيه الأحداث. كما يعلم الجميع أن الأحداث هم الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 لهم معاملة خاصة سواء كانت إجرائية أو موضوعية من حيث القوانين وأيضا من حيث التأهيل، وهي بحكم الاختصاص من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبار أن الأحداث لهم معاملة خاصة كما ذكرنا سواء محليا أو دوليا، وهي محل متابعة من قبل عدة مؤسسات دولية وأيضا محلية. نشكر لكم حضوركم متابعتكم لهذا الحدث. أيضا لا يفوتنا أن نقدم الشكر للسادة القائمين على مؤسسة الإصلاح والتأهيل ضمان تجورة. المؤسسة تعمل بكامل طاقتها بجميع مرافقها الإصلاحية والرياضية والترفيهية والتعليمية، أيضا تعتبر من المؤسسات النموذجية، فيها أكثر من 400 نزيل من جميع الجنسيات، من جنسيات ليبية ومن جنسيات أوروبية ومن جنسيات أفريقية وعربية. شاهدنا جهد مبذول من السادة القائمين على هذه المؤسسة أيضا من حيث الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وأيضا الإعاشة. نعم تعتبر من المؤسسات النموذجية التي نفتخر بها، وهي تابعة لجهاز السلطة القضائية الخاضع لإشراف وزارة العدل. شكرا لكم، نشكر حضوركم والسلام عليكم.